بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. من العاصمة الإفريقية محافظة أسوان تتسلم مديرية أوقاف أسوان الدفعة الثانية 4000 كيلو من لحوم صكوف الأضاحي، والدفعة الأولى كانت 4000 كيلو من صكوف الأضاحي ليكون الإجمالي 8 طن بفضل الله تبارك وتعالى لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية. ونتقدم بخالص الشكر والتقدير لمعالي وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة الذي وعد وأوفى بأنه سيضاعف الكمية للمنطقة الحدودية. ومعنا في تسلم الدفعة الثانية معالي سيادة نائب المحافظ الدكتور أحمد شعبان. أولا طبعا مبادرة جميلة من السيد الوزير وزير الأوقاف أن هو يضاعف الكمية للمحافظات الحدودية، وأن أسوان من ضمن أولويات الوزارة، وإن شاء الله يجعله ربنا في ميزان حسنات كل المتبرعين بالصكوف دي، وهنستهدف بيها طبعا القرى الأكثر فقرا. أشكرك على حضورك واستلام الدفعة الثانية، جزاك الله خيرا. الحمد لله رب العالمين. أنا الشيخ محمد أحمد محمد القراوي مدير مديرية أوقاف كده. تم الحمد لله اليوم الأحد الموافق 16/8/2020 استلام كمية لحوم الأضاحي وقدرها 4 طن، سوف يتم توزيعها على إدارات جنوب، إدارة قوس وإدارة حجازة وإدارة كفت وإدارة نقابل. وتم استلام الدفعة الأولى يوم 9/8/2020، وتم توزيعها على إدارات شمال، إدارة أبو تشت، الكرنب، فرشوط، العركي، نجع حمادي، الشرق بهجورة، الغرب بهجورة. وسوف يتم بإذن الله تبارك وتعالى توزيع هذه اللحوم في الأماكن الأشد احتياجا، وبحضور فضيلة الشيخ محمد أحمد قعود مفتش عام الوزارة الذي حضر معنا في تسليم هذه الكمية المقررة لمديرية أوقاف كنا. ونتمنى من الله التوفيق والسداد للجميع. أنا سعيد مرعي أبو العلا السائق البراد محمل لحمة صكوك أضاحي لوزارة الأوقاف. وصلت اليوم إن شاء الله يوم 16/8/2020 إلى محافظة أوقاف إلى وجايب لهم لحمة بأربعة طن. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلاة وتسليما على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لقد وصل إلينا اليوم الأحد الموافق 16/8/2020 كمية لحوم قادمة من وزارة الأوقاف وأربع أطنان اللحم من أجل أن توزع على القرى والنجوع الأشد احتياجا. وهذه الكمية قد وصل إلى مديرية أوقاف سوهاج أيضا قبلها أربع أطنان، فيكون الآن قد وصل إلينا ثماني أطنان إلى سوهاج. وهذه الكمية توزع على الإدارات الفرعية التابعة للمديرية من أجل أن توزع على القرى والنجوع الأشد احتياجا. وهذا المشروع هو المشروع القومي الكبير القيم الذي تقوم به الوزارة على مستوى جمهورية مصر العربية، ونحن نسعد به سعادة طيبة في محافظة سوهاج لأبنائنا وإخواننا وأحبابنا الذين هم في أمس الحاجة لمثل هذه الأشياء والمعونات الطيبة. وكل عام وأنتم بخير. أنا سعيد مرعي سائق البراد. تم الحمد لله وصول الدفعة الثانية من صكوف الأضاحي تبع وزارة الأوقاف لمديرية أوقاف أسيوط 4 طن.